أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد إن شاء الله تعالى أن نعرف بسيدي الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك من خلال كتاب شمس المغرب في سيرة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي ومذهبه. وسوف نقوم إن شاء الله تعالى بتقسيم ذلك على 9 أجزاء. نبتدئ اليوم بالجزء الأول، وهو عبارة عن ذكر اسمه ونسبه وألقابه مع خلاصة قصيرة لسيرته ورحلاته، وكذلك لذكر بعض كتبه الرئيسية. فنبدأ بسم الله تعالى، والله ولي التوفيق. إذن سوف نقسم إن شاء الله تعالى هذا التعريف بالشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي إلى 9 أجزاء. ففي الجزء الأول نتحدث فيه عن اسمه ونسبه وألقابه مع خلاصة سيرته ومذهبه. وفي الجزء الثاني نتحدث عن مولده سنة 560 للهجرة، ونشأته في بلاد الأندلس، وتعلمه القرآن الكريم والحديث الشريف على يد كبار علمائها وشيوخها. وفي الجزء الثالث نتحدث عن أسفاره بين مدن الأندلس والمغرب العربي، إشبيلية وغرناطة وقرطبة، وكذلك فاس وتلمسان وتونس. ثم في الجزء الرابع نتحدث عن رحلته إلى الحج سنة 597 للهجرة، ولكنه مكث 9 شهور بتونس، ومر بمصر وفلسطين إلى أن وصل إلى مكة المكرمة سنة 598، وحج في تلك السنة، ولم يعد بعدها إلى المغرب أو إلى الأندلس. ولذلك سوف نتحدث في الجزء الخامس عن أسفاره في المشرق بين بلاد الحجاز والعراق والأناضول، وعودته إلى مكة المكرمة للحج والعمرة بين الفينة والأخرى، إلى أن استقر في دمشق سنة 620 للهجرة، وبقي فيها حتى وفاته رحمه الله. وسوف نتحدث في الجزء السابع عن كتبه ورسائله وأثرها على العلوم الإسلامية وانتشارها بين البلدان قبل وفاته، وذلك في دمشق سنة 638 للهجرة. وبعد ذلك في الجزء التاسع نتحدث عن مريديه وتلامذته وانتشار علومه عبر القرون بعد وفاته رحمه الله تعالى. فنبدأ وبالله التوفيق. وقبل ذلك نريد أن نشير إلى أن كتاب شمس المغرب متوفر على الإنترنت مجانيا على الموقع sunofwest.com، وهو عبارة عن 3 أجزاء باللغة العربية والإنجليزية. فالجزء الأول يتحدث عن سيرة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي ومذهبه، والجزء الثاني عن انتشار المدرسة الأكبرية بعد الشيخ محيي الدين ابن العربي، والمجلد الثالث يتحدث عن مصنفات الشيخ الأكبر محيي الدين مع تحقيق الفهرس والإجازة. فالشيخ محيي الدين بن العربي هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي، من نسل عبد الله بن حاتم أخي الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. فاسمه محمد، واسم أبيه علي، واسم جده أيضا محمد، فهو اسمه على اسم جده. ووالد جده أحمد بن عبد الله الطائي، ويبدو أن والد جده أحمد هو الذي كان يسمى بالعربي،
ربما تمييزا له عن غيره، لأنه كان يعيش بين البربر في المغرب العربي، فربما كان يلقب بالعربي لتمييزه عن غيره من باقي القوميات. فمن ألقابه، من ألقاب الشيخ محي الدين بن العربي، سلطان العارفين وسلطان المحققين ومحيي الملة والدين، وكذلك مربي الشيوخ والمريدين، أو باختصار نقول ابن العربي، نجده كثيرا في أغلب الكتب بهذا الاسم المبسط، وقد نجده أيضا تحت اسم ابن عربي، ولكن هذا خطأ كما سنبين بعد قليل. وكذلك قد نجد ألقابا كثيرة أخرى يلقبه بها أتباعه، منها شيخ الإسلام وصفوة الأنام، إمام الأمة، قدوة الأئمة، وارث الأنبياء والمرسلين، خاتم الأولياء أو ختم الولاية المحمدية. وكذلك قد نجد اسمه أو لقب نجد له لقب الكبريت الأحمر، وهو رمز للإكسير الذي يحول المعادن إلى ذهب. وبعد أن فتح السلطان سليم الأول دمشق سنة 922 للهجرة، وأمر بتشييد الجامع وبناء الضريح إلى جانبه، أصبح الشيخ محي الدين ابن العربي يعرف باسم الشيخ الأكبر. ومن أكثر الأخطاء الشائعة في ذكر اسم ابن العربي هو أن يذكر بدون أل التعريف ابن عربي، كما اصطلح على ذلك الكثير من الباحثين في الشرق، وهذا خطأ فظيع، لأنه اسمه الصحيح هو ابن العربي مع أل التعريف، كما يوقع اسمه دائما في كتبه محمد بن علي بن محمد ابن العربي، وكذلك نجده في الكثير من الكتب بخط يده، كما أن كل تلامذته المقربين بعده مباشرة وبعده ببضعة قرون يسمونه باسمه الصحيح محمد بن علي ابن العربي. والسبب أن بعض الباحثين يدعونه ابن عربي بدون أل التعريف هو لتمييزه عن القاضي أبو بكر ابن العربي الإشبيلي المالكي الحافظ عالم أهل الأندلس ومسندهم، واسمه محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، وقد ولد القاضي أبو بكر في إشبيلية سنة 468، وكذلك رحل إلى دمشق ومصر وبغداد إلى آخره مثل الشيخ محي الدين بن العربي تقريبا، وأتقن القاضي أبو بكر الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والكلام وتبحر في التفسير وبرع في الأدب والشعر، وقد صنف كتبا كثيرة في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، وولي قضاء إشبيلية إلى أن مات في فاس في سنة 543 قبل ولادة الشيخ محي الدين ابن العربي بحوالي 15 سنة. ولذلك نجد أن الشيخ محي الدين له لقاء مع ابن الشيخ أبو بكر ابن العربي. فبعض الباحثين كما قلنا يميز بين القاضي أبو بكر والشيخ محي الدين بأن يدعو القاضي أبو بكر ابن العربي ويدعو الشيخ محي الدين ابن عربي، ولكن هذا خطأ ولا يجوز، لأن تغيير الاسم أمر غير جائز ويعني فيه جريمة حقيقة. فللتمييز بين هؤلاء العالمين الكبيرين القاضي أبو بكر والشيخ محي الدين يمكن التمييز بينهما ببساطة، إما نقول محي الدين ابن العربي أو نقول القاضي أبو بكر ابن العربي للقاضي المعافري، وكذلك يمكن التمييز بينهما من خلال كتبهما، فالشيخ محي الدين هو صوفي والقاضي أبو بكر هو فقيه ومحدث، ولذلك لا يجوز أبدا أن نقول ابن عربي بدون التعريف. إذن يرجع الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي في نسبه إلى قبيلة طيء الشهيرة، والتي زاد من شهرتها ما هو معروف عن حاتم الطائي من الكرم والجود والعطاء والسخاء وحسن الخلق. تعود جذور هذه القبيلة إلى اليمن، وكانت تتبنى الديانة المسيحية والوثنية
ولكنهم كانوا من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، فكانوا من جنوده الذين ساهموا بشكل فعال في نشره، سواء في الحرب أو في السلم، عن طريق نشر العلم والأدب والمعرفة التي برعوا فيها. ومع امتداد الفتوحات الإسلامية في شتى أنحاء الأرض، انتشرت قبيلة طيء، وكان منهم آل العربي الذين استقروا في الأندلس مع بداية الفتوحات، وكانت منهم عائلة الشيخ محي الدين. ويفتخر الشيخ محي الدين بحاتم الطائي وبكرمه ويدعوه جدي. وقد توفي حاتم الطائي سنة 578 ميلادية، وذلك قبل بضع سنوات من انتشار الإسلام في جزيرة العرب، ولذلك هو لم يسلم، مع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقي به، ولكنه أدرك وقته، ولكن لم تكن دعوة الإسلام قد انتشرت ولم تبلغ إليه هذه الدعوة، ولذلك مات نصرانيا. فكانت قبيلة طيء من بني سبأ تنزل بأرض اليمن، ثم انتقلت شمالا إثر سيل العرم الذي دمر سد مأرب، فارتحلوا إلى الحجاز واستقروا بالجبلين أجأ وسلمى بين القرن الثالث والثاني قبل الميلاد، وهي أرض واسعة كثيرة المياه والشجر والنخيل والريف. وطيء هو جلهمة ابن أدد ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ، وإنما سمي طيئا لكثرة طيه المنازل والرحيل، حتى أوغل بأرض الحجاز واستقر في أجأ وسلمى. وقد عاش طيء وعمر إلى أن بلغ ولده وولد ولده أكثر من 500 رجل. فولد طيء ابن أدد رجلين، الغوث بن طيء وفطرة بن طيء. فخلف الغوث عمرا ولؤيا، وأكثر قبيلة طيء من عمرو بن الغوث، ومن أبنائه نبهان، ومنه نابل بن نبهان، ومن نابل زيد الخيل ابن مهلهل الطائي، وهو فارس العرب كافة، وكان يكنى أبا مكنف وهو سيد قومه، أسلم حين وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، وهي السنة التاسعة للهجرة، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وبسط له رداءه وسماه زيد الخير وعلمه ودعا له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ما ذكر لي أحد فرأيته إلا كان دون ما وصف لي إلا زيدا. إذن كانت قبيلة طيء كحال سائر قبائل العرب قبل الإسلام، لها ديانتها الوثنية وكذلك النصرانية، ولكنها لم تتأثر بالديانة اليهودية. وكانت طيء من أول القبائل العربية التي أرسلت رجالها وفودا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسلموا وحسن إسلامهم في سنة 9 للهجرة، وهي سنة الوفود. ويروي الصحابي الجليل عدي بن حاتم قصة إسلامهم، فيقول: إنه كان في البداية يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه عنه من أقوال الكافرين، فلما سمع بجيش المسلمين قد اقترب من بلاده حمل أهله وولده ولحق بالنصارى بالشام. فلما جاء جيش المسلمين هرب من بقي من الرجال، وأخذ المسلمون السبايا، ومن بينهم سفنة ابنة حاتم. فلما أحضروا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت إليه سفانة وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فامنن علي من الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفانة: ومن والدك ومن وافدك؟ فقالت: والدي حاتم ابن عبد الله الطائي، ووافدي أخي عدي بن حاتم. فأطلقها النبي عليه الصلاة والسلام كرامة لأبيها، وأطلق من معها من قومها، ثم أسلمت، وأرسل معها عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأعطى الأمانة لرجال طيء الذين فروا إلى الجبل والوادي، فلما رأوا نساءهم وأبناءهم قد عادوا أسلموا جميعا،
فلم يمض ذلك اليوم إلا ودخلت كل قبيلة طيء في الإسلام. ثم بعثت سفانة إلى أخيها عدي في الشام تخبره عن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وأخلاقه، وحثته على القدوم إلى المدينة المنورة ومقابلة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقدم واعتذر ودخل الإسلام. وكذلك يفتخر الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي بالصحابي الجليل عدي بن حاتم ويدعوه جدي أيضا. وكان عدي ملكا من ملوك العرب، يأخذ الربع من غنائم قومه كما كان يفعل غيره من الملوك، ولكنه بعد أن أسلم سنة 90 للهجرة كما قلنا وشهد فتح العراق سكن الكوفة ثم توفي فيها، وكان خطيبا حاضر البديهة وكان رئيس قومه في الجاهلية وفي الإسلام. وخلف عدي ولدان، ولكن توفي كلاهما معه في معارك المسلمين مع الخوارج، فانقطع عقب حاتم من جهة ابنه عدي، وأما بقية قبيلة طيء الذين منهم ابن العربي فهي من جهة ابنه عبد الله ابن حاتم فقط. فلذلك لا نستغرب من افتخار الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي بأصله ونسبه وكذلك بعلمه ومرتبته، فيقول شعرا: أنا المحيي لا أكني ولا أتبلد، أنا العربي الحاتمي محمد، لكل زمان واحد هم عينه، وإني ذاك الشخص في العصر أوحد، وما الناس إلا واحد بعد واحد، حرام على الأدوار شخصان يوجد، أقابل عضات الزمان بهمة تذل لها السبع الشداد وتخمد، مؤيدنا فيه على كل حالة إله السماء وهو النصير المؤيد، وما ذاك عن حق ولكن عناية أتتني وحسادي تروم وتجهد. فهذه قصيدة جميلة يفتخر فيها الشيخ محي الدين بأصله ونسبه، ويقول أنه لا يدعي ولا يتبلد، لا يدعي النسب، فأصله أصل كريم من حاتم الطائي وهو المشهور بالكرم. ولكن أيضا يضيف الشيخ محي الدين هنا معنى دائما يلغزه في شعره، وهو يدل على وحدة الوجود كما سنذكر ربما في مواضع قادمة. فيقول هنا: لكل زمان واحد هم عينه، وإني ذاك الشخص في العصر أوحد. ولكنه يقر ويعترف أن هذه المكانة وهذه المرتبة، وهي مرتبة ختم الأولياء، لم تكن له حقا، وإنما كانت عناية من الله أتته وغيره يسعى ويجهد إليها ولا يصل لها. ولذلك نجد هذين البيتين الشهيرين منقوشين على مدخل المقام الذي فيه ضريح الشيخ محي الدين في مسجد الشيخ محي الدين في صالحية دمشق، فهما منقوشان هنا على الطرف اليمين، ولكنهما بشكل مختلف قليلا عن الشكل الذي قرأناه قبل قليل، حيث يقول هنا الشيخ محي الدين: فلكل عصر واحد يسمو به، وأنا لباقي العصر ذاك الواحد. ولا نريد هنا أن نستبق الأحداث ونذكر سيرة الشيخ محي الدين بن العربي كاملة، فإن ذلك يحتاج إلى جهد كبير وإلى وقت كثير، ولكننا سنختصر هذه السيرة المباركة حتى يكون هذا المقطع كاملا لمن يريد أن يستغني ولا يحتاج إلى المقاطع الأخرى التي ستكون تفصيلا لهذه السيرة بمراحلها المختلفة. فقد ولد الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه ليلة الاثنين في 17 من شهر رمضان سنة 560 للهجرة، وهو الموافق للسادس والعشرين من شهر تموز سنة 1165 ميلادية، وذلك في مدينة مرسية شرقي الأندلس. وهناك بعض الأقوال أنه ولد كذلك ليلة الاثنين في 27 بدلا من 17، وسنحقق هذه الأقوال في المقاطع القادمة إن شاء الله تعالى.
فموضع ولادته هو من شرقي الأندلس، حيث عاش طفولته في هذه المدينة، مدينة مرسيا. ثم بعد 8 سنوات، كان عمره 8 سنوات، ارتحل إلى إشبيلية وعاصمة الأندلس في ذلك الوقت، وهي كانت تابعة لدولة الموحدين. فبعد ذلك قام الشيخ محي الدين بالانتقال بين مدن الأندلس المختلفة وكذلك إلى الضفة الأخرى، حيث ذهب إلى فاس وتلمسان، وذهب إلى تونس أيضا، وتنقل عدة مرات بين الضفتين إلى أن رحل إلى المشرق كما ذكرنا في المقدمة سنة 597، حيث بقي 9 شهور في مدينة تونس، ثم ذهب أو أكمل إلى المشرق ربما عن طريق البحر حتى وصل مصر، ثم مر عن طريق الخليل والقدس إلى المدينة المنورة. وهناك بعض الأقوال أنه ذهب ماشيا إلى المدينة المنورة، ثم وصل إلى مكة المكرمة في موسم الحج سنة 598 للهجرة، ثم ذهب شمالا إلى البصرة وبغداد والموصل وحلب وأنطاكيا أو بعض المدن هنا في أنطاكيا، ثم انتقل أو عاد مرة أخرى إلى عن طريق دمشق وربما القدس إلى مكة مرة أخرى، ثم قام بعدة رحلات في هذه المنطقة قبل أن يستقر بشكل نهائي في مدينة دمشق سنة 620 للهجرة، إلى أن توفاه الله في هذه المدينة المباركة سنة 638، كما سنذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فلذلك اختصرنا في كتاب شمس المغرب رحلته بهذا الشكل المبسط، حيث أنه نشأ في اليمن، أجداده في اليمن، وذلك قبل ولادته في مرسيا، ثم انتقل بين هذه المدن تونس وفاس، وعودة مرة أخرى إلى الأندلس، بين الأندلس والمغرب العربي، إلى أن استقر في مكة المكرمة، فكان يذهب منها إلى المدن المختلفة ويعود مرة أخرى، إلى أن عاد وسكن مرة فترة في سيواس وحلب وكذلك في دمشق، حتى استقر في دمشق حيث توفاه الله سبحانه وتعالى وغربت شمسه هناك. أما الكتب والمؤلفات التي تركها لنا الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي فهي كثيرة لا تكاد تحصى، منها رسائل صغيرة ومنها مجلدات ويعني كتب كبيرة أو موسوعات مثل الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومحاضرة الأبرار وإنشاء الدوائر الإحاطية وعقدة المستوفز وعنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب وترجمان الأشواق وشرحه المسمى الذخائر والأعلاق والتدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ومواقع النجوم وغيرها الكثير من الكتب المطبوعة، أغلبها مطبوع الآن، ولكن هناك أيضا الكثير من الكتب أو المخطوطات التي لا تزال مفقودة أو منثورة ضائعة في المكتبات في أنحاء العالم. وقد قام الدكتور عثمان يحيى بإحصاء كتب الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي وتصنيفها ودراسة تاريخها، وذلك في بحث قدمه للحصول على شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون، ثم وقد نشر باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى اللغة العربية من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيبي، ونشر في القاهرة سنة 2001 تحت اسم مؤلفات ابن العربي تاريخها وتصنيفها. لكن المشكلة أن عثمان يحيى اعتمد بشكل مباشر على تحقيق سركيس عواد لرسالة الفهرست، وكذلك تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي للإجازة التي كتبها الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي للملك المظفر. وهذه التحقيقات كانت تعتمد على مخطوطات ليست دقيقة، هي مخطوطات متأخرة فيها الكثير من الأخطاء والنواقص، لذلك جاء تصنيف عثمان يحيى فيه بعض الخلل. وبالخلاصة استخلص عثمان يحيى أن هناك أكثر من 1300 عنوان
لكن هناك بعض العناوين مكررة، ففي النهاية هناك حوالي 900 عنوان أو 850 عنوان تنسب للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي. ولكن في الحقيقة أيضا الكثير من هذه العناوين هي كتب منحولة وليست له فعلا، وذلك إن وإنما نسبت له إما لكون محتواها شبيها بأسلوبه، وقد يكون مثلا صفحة العنوان فقدت فيقرر بعض الناس أنها للشيخ محي الدين ابن العربي خطأ. وكذلك هناك الكثير من الكتب التي تتكلم عن موضوعات روحانية مختلفة خاصة فيما يخص التنبؤ تنسب عادة للشيخ محي الدين ابن العربي، وذلك بشكل غير صحيح، تنسب فقط للترويج، كتب التنجيم مثلا، وهذا مما يسيء إلى مقام الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي. في جميع الأحوال كل كتاب أو عنوان ينسب للشيخ محي الدين ابن العربي فهو على الأغلب مذكور في رسالة الفهرست أو في رسالة الإجازة، وهما في الحقيقة متطابقتان إلى حد كبير. ولذلك فإذا جمعنا هاتين الرسالتين نحصل في النهاية بالخلاصة على حوالي 350 كتاب أو مصنف أو عنوان، يوجد منها حاليا بين أيدينا حوالي 110 فقط، وأما الباقي فلا يزال مفقودا، وهو حوالي 240 مصنف لا يزال مفقودا. ومع أن هذه الإحصائيات قد لا تكون دقيقة، ربما تزيد أو تنقص بعض الكتب، ولكن على الأقل هي تزيل الكثير من الشكوك، لأن بعض محبي الشيخ محي الدين ينسبون له كتبا بالمئات وربما بالآلاف، وهذا غير صحيح. فالرقم الصحيح المستخلص هو حوالي 350 كتابا، منها حوالي 110 كتب موجودة الآن بين أيدينا، والباقي كله لا يزال في عداده المفقود. وأما بخصوص عقيدة الشيخ محي الدين ابن العربي ومذهبه، وخاصة فيما يخص وحدة الوجود، فهذا موضوع شائك يحتاج إلى بحث تفصيلي، وإن شاء الله سنتطرق إليه في المقاطع القادمة. ولكن نقول باختصار إن الشيخ محي الدين صرح في بداية الفتوحات المكية عن عقيدته بشكل صريح وسليم، وكذلك نشرها في كتاب مستقل سماه عقيدة أهل الإسلام، حتى لا يرميه الجهال بالإلحاد أو الكفر حين لا يفهمون أكثر ما يسطره من العلوم النفيسة الرفيعة التي لا تنالها العقول الضعيفة والقلوب السقيمة، وكأنه قد تنبأ بما سيحدث في هذا الشأن فخفف من وطأته. فيقول رضي الله تعالى عنه في بداية الفتوحات المكية، يقول: فيا إخوتي ويا أحبائي رضي الله عنكم، أشهدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفة، وهو مؤلف هذا الكتاب، أي الشيخ محي الدين مؤلف كتاب الفتوحات المكية ومنشئه، أشهدكم على نفسه بعد أن أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضره من المؤمنين ومن سمعه أنه يشهد قولا وعقدا إن الله تعالى إله واحد لا ثاني له في ألوهيته، منزه عن الصاحبة والولد، مالك لا شريك له، ملك لا وزير له، لا صانع ولا مدبر معه، موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده، بل هو موجود بنفسه وكل موجود سواه مفتقر إليه تعالى في وجوده، فالعالم كله موجود به وهو وحده متصف بالوجود لنفسه، لا افتتاح لوجوده ولا نهاية لبقائه. ثم يتابع الشيخ رضي الله تعالى عنه بمزيد من التفصيل في تنزيه الله تعالى سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق البارئ. فإذا هذه هي العقيدة العامة التي يجب على كل مسلم اعتقادها، وقد شهد الشيخ محي الدين على نفسه بها، وأشهد الناس وأشهد الله والملائكة وأشهد الجميع على أنه يعتقد بكل ذلك. ولكن الشيخ الأكبر أيضا يقول إن العقيدة لها أربع
مراتب، أربعة مراتب. أولها هي عقيدة العوام التي لخصناها قبل قليل، وهي عقيدة أهل الإسلام، وهي العقيدة العامة التي يجب على كل المسلمين اتباعها، وخلاصتها كما قلنا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع بعض التفصيل العام لتنزيه الله تعالى عما تصفه به بعض الفرق مثل المجسمة والمشبهة وغيرهم. فإذا هذه العقيدة العامة التي يحتاجها كل المسلمين، ولا حاجة لأحد بغيرها أبدا. فكل ما عداها هو علم تفصيلي يحتاجه بعض العلماء. فالمرتبة الثانية من العقيدة يسميها الشيخ عقيدة الناشئة الشادية، وهي التي تتضمن مآخذ الأدلة في الفلسفة الإسلامية، والتي يحتاج إليها من يناقش العلماء والفلاسفة، وقد ذكرها الشيخ محي الدين أيضا في بداية الفتوحات المكية بلفظ مسجوع وعبارة موجزة، وسماها رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم. فهذا المستوى العام الثاني الذي يحتاجه عامة العلماء، لأنهم قد يحتاجون مناقشة غيرهم وخاصة من الملحدين. ومع ذلك فهناك مستوى ثالث أعم وأعمق من هذا المستوى الثاني، وهو يسميه الشيخ محي الدين عقيدة خواص أهل الله، من أهل طريق الله، أي من أهل الكشف، وهم أهل التصوف، من المحققين، من أهل الكشف والوجود. وقد ذكرها الشيخ الأكبر أيضا في كتاب سماه المعرفة الأولى، وكذلك يسمى كتاب المسائل، وقد ذكر جزءا منها أو بعضا من بعض هذه المسائل في بداية الفتوحات المكية أيضا. فهذا المستوى هو المستوى الصحيح عند أهل الكشف. ومع ذلك فهناك مستوى أعمق وأوسع وأدق من هذا المستوى، ولا يصل إليه كل أحد من العلماء حتى وإن كان من أهل الكشف والتحقيق، وهذا المستوى هو المستوى الرابع. إذن فهذه المرتبة الرابعة والأعلى هي عقيدة الخلاصة الذين هم خلاصة خواص أهل الله. فأما هذه العقيدة فما أفردها الشيخ الأكبر على التعيين، ولم يصرح بها لما فيها من الغموض، ولقد جاء بها أو لمح إليها مبددة في أبواب الفتوحات المكية، وقال إنه استوفاها وبينها، لكنه كما يقول فرقها، فمن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها عن غيرها. فإنها كما يقول الشيخ محي الدين العلم الحق والقول الصدق، وليس وراءها مرمى، ويستوي فيها البصير والأعمى، تلحق الأباعد بالأداني وتلحم الأسافل بالأعالي، فالأمر كله دوري ونهاية الدائرة متصلة ببدايتها. فهذه هي في الحقيقة ما يسمى عقيدة وحدة الوجود، وإن كان الشيخ محي الدين بن العربي لم يصرح أبدا بهذا التعبير أو بهذا اللفظ أو بهذا الاصطلاح، حتى ربما حتى لا يساء فهمه كما قلنا، وكما حصل من قبل الكثير من المتعرضين لوحدة الوجود. فالشيخ ابن العربي رضي الله تعالى عنه لا يقول أبدا أن الخالق والخلق شيء واحد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هي وحدة الخلق والعالم من حيث الأصل لا من حيث التفريق ومن حيث التفصيل. فهي وحدة الحق ولها مظاهر كثيرة في الخلق، ولكن من جهة أخرى وعلى مستوى أعلى، فإن الخلق كله مهما تعددت مظاهره لا يمكن أن يكون له وجود مستقل عن وجود الله تعالى، وإلا لكان موجودا مع الله، وهذا لا يجوز. فلا يجوز أو لا يكون الخلق قائما بنفسه، بل هو قائم بالله، فالخلق قائم بالحق، فالوجود الحقيقي هو وجود الحق وليس وجود الخلق. ولذلك يمكن أن نختصر وحدة الوجود بعبارة بسيطة، وهي نفي الوجود الحق عن كل ما سوى الله. فكل وجود سوى وجود الله هو وجود مرحلي أو مرتبي أو آني، وبالتالي هو وجود وهمي ليس له حقيقة كاملة، وهو قائم بالله سبحانه وتعالى. فهي نفي الوجود الحق عن كل ما سوى الله، هذه هي خلاصة وحدة الوجود.
والحقيقة أن الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه قد علم أن الناس لن يستطيعوا فهم كلامه وسوف ينتقدونه، فإنه قد رأى في منامه في الواقع أنه قيل له ادخل مقام إبراهيم، فقال: فعلمت أن الله تعالى لابد أن يبتليني بكلام في عرضي من أشخاص فأعاملهم مع القدرة عليهم بالحلم عنهم ويكون أذى كثير. وقد حصل مثل ذلك في حياته وبعد وفاته، حيث أنكر عليه الكثير من علماء المسلمين، ومنهم من كفره ووصفه بعبارات لا تليق بالمسلمين، ولقد بالغ بعضهم فقال إن الشك في كفر طائفة ابن العربي كفر. والحقيقة إن هؤلاء العلماء، نسميهم علماء مهما يكونوا، فيعني إنما يقومون بدور إيجابي كبير في حماية المسلمين، وخاصة الشباب منهم الذين لا يستطيعون التصدي لعلوم الشيخ الأكبر وللعموم النظرية والفلسفية بشكل عام، والتي تحتاج إلى عقل ناقد متوقد وقلب مؤمن ومسلم. فإن من ليس عنده مثل هذا الإيمان القوي قد يتضرر من قراءة بعض كتب الشيخ الأكبر، خاصة مثلا الفصوص وكتاب عنقاء مغرب وأمثال هذه الكتب، كتب الأسرار التي فيها يعني مسائل دقيقة وعميقة وألفاظ لا بد من معرفة مصطلحاتها. فإذا كان الإنسان غير مستعد لقراءة هذه الكتب، ربما يتضرر منها ولا يتحملها عقله، لأنها خارجة عن المألوف، مع أنها من صميم القرآن الكريم. فتكفير الشيخ محي الدين ابن العربي وأمثاله من الصوفية، وإن كان ذلك غير صحيح وكان شرا، فهو خير من الخروج عن الإسلام بسبب إساءة فهم ما جاء في كتبه. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يتقبل عمل هؤلاء المنتقدين، إذا كانت نيتهم إبعاد الناس عن آراء الشيخ محي الدين بن العربي وعن علومه، لأنهم هم لا يفهمونها ويعتقدون أن كل الناس لا يفهمونها، وحقيقة إن الكثير من الناس لا يستطيعون فهمها. ولذلك من لا يستطيع فهم هذه العلوم أولى له أن يتركها حتى وإن أساء الظن بالشيخ، ولكن من الأفضل ومن السلامة المسلم لسلامة صدره أن لا يسيء الظن بأحد وأن يعتقد الخير في جميع الناس. فالشيخ محي الدين بن العربي قد صرح بعقيدته العامة كما رأينا قبل قليل. وعلى كل حال، فليهنأ هؤلاء المسلمون الذين أساءوا للشيخ محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه، حيث إنه قد صرح بالعفو عن جميع من أساء إليه، فلا يطالبه بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأشهد الله على ذلك. فكما بدأ الفتوحات المكية بالشهادة والتصريح بعقيدة الإسلام العامة، فقد ختم رضي الله تعالى عنه الفتوحات المكية بدعاء طويل شامل، ثم سأل الله في آخره أن يجعل مثل ذلك لكل المسلمين والمسلمات، وقال بالتحديد: ومن عرفني أو سمع بذكري أو لم يعرفني، ومن ظن بي خيرا ومن لم يظن بي خيرا. ثم قال رضي الله تعالى عنه: اللهم إني قد تصدقت بعرضي ودمي ومالي على عبادك، فلا أطالبهم بشيء من ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنت الشاهد علي بذلك. وختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا نتصدق بمثل ذلك بعرضنا ودمنا ومالنا على عباد الله، على المسلمين، فلا نطالبهم بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكفى بالله حسيبا. Thank you.